ينضم إلينا من مخيم نور شمس مراسلنا فادي العصا. فادي، ضعنا في صورة كل هذه الاقتحامات التي نفذتها قوات الاحتلال في ساعات مبكرة من الصباح وليلا أيضا. نعم زاهر، نحن الآن في المدخل الرئيس لمخيم نور شمس في المنطقة الشرقية من مدينة طول كرم. هنا جيش الاحتلال ترك هذا الخراب والدمار الذي تشاهده الآن في هذه الصورة. جيش الاحتلال استقدم جرافات عسكرية قامت عمليا بتجريف هذه البنى التحتية في هذا الموقع، لذلك استهدفت أيضا أعمال المياه كما نلاحظ في هذه الصورة. وكذلك أيضا زاهر نلاحظ ما زال المواطنون هنا يقومون بأعمال صيانة لشبكة التيار الكهربائي، بمعنى بأنه استهداف للبنية التحتية هنا في هذا الموقع. نلاحظ أن المواطنين الفلسطينيين يقومون بأعمال صيانة لهذه البنية التحتية. يقول المقاومون الفلسطينيون هنا زاهر بأن جيش الاحتلال يسعى إلى تدمير هذه البنية التحتية، وهذه الصورة طبعا مكررة من مخيم جنين الذي حصل فيه اقتحام كبير لجيش الاحتلال. في مخيم نور شمس حيث تظهر الصورة الآن يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي لإعادة هذا المشهد في الضغط على المواطنين الفلسطينيين أو ما يسميه الفلسطينيون بالحاضنة الشعبية لهم من أجل أن يضغطوا بدورهم على المقاومين الفلسطينيين. هنا استمرت الاشتباكات لساعات طويلة، نلاحظ في هذه الصورة أيضا آثار الرصاص، اشتباكات مسلحة زاهر حقيقة اندلعت في هذا الموقع. جيش الاحتلال خلف هذا التجريف في المناطق الرئيسية والمدخل الرئيس في هذا الموقع. هذه الصورة التي نشاهدها في المشهد الآن هي تكررت في نقاط مختلفة من مخيم نور شمس. هذا هو المدخل الرئيس لهذا المخيم. هدف جيش الاحتلال الإسرائيلي حقيقة زاهر هو أن يقوم عمليا بالاستعداد لأي ممكن أن يكون آليات أو عبوات محلية الصنع. كما نلاحظ هنا يضع المقاومون هذه الحواجز الحديدية عند مدخل هذا المخيم، نلاحظ على هذه الطرقات كيف حول جيش الاحتلال هذا المدخل حقيقة عمليا إلى كومة من حتى الإسفلت. يعني نلاحظ بأن جيش الاحتلال قام بتجريفه في محاولة منه للضغط على المواطنين الفلسطينيين، خربوا البنى التحتية، شبكات الصرف الصحي، المياه وكذلك الكهرباء. هنا اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت خلال الفترة الماضية 4 ساعات. تحدثنا قبل قليل زاهر مع أحد المقاومين الفلسطينيين، قال أنه الجيش حاول استهداف المقاومين الفلسطينيين والبنى التحتية في هذا الموقع عمليا للضغط على المقاومين الفلسطينيين ليسلموا أنفسهم أو أن يقوم عمليا هو باستهدافهم مباشرة. بعد 4 ساعات من أعمال المقاومة جيش الاحتلال الإسرائيلي كذلك أيضا خلف 4 إصابات بالرصاص، إضافة إلى 9 إصابات أصيبوا بالشظايا ما بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب الخراب الذي خلفه جيش الاحتلال هنا في هذا الموقع. ونلاحظ في هذه الصورة كيف يقوم الفلسطينيون بأعمال ترميم وإعادة فتح الطريق الرئيسي في هذا المخيم. نلاحظ أيضا هذه العملية العسكرية في منطقة نور شمس التي استمرت ل4 ساعات متواصلة لم تكن الوحيدة، كان هناك اقتحام كذلك لمخيم عقبة جبر في منطقة أريحة، جيش الاحتلال حاصر أحد المنازل فيه وقام بالمناداة عبر مكبرات الصوت على أحد المقاومين الفلسطينيين لكنه فشل في نهاية المطاف في الوصول إليه لأنه لم يكن متواجد في المنزل. في وقت لاحق أيضا داهم جيش الاحتلال زاهر مخيم عسكر القديم في منطقة نابلس، وكذلك أيضا قام بمحاصرة أحد المنازل وفشل أيضا في اعتقال أحد المطلوبين لأجهزته الأمنية أو المقاومين الفلسطينيين. في الاعتقالات والاقتحامات زاهر حقيقة كان هناك مداهمات أيضا واسعة عدا عن المخيمات الفلسطينية الثلاث سواء عقبة جبر في أريحة أو حيث نتواجد الآن في مخيم نور شمس بطول كرم وكذلك في مخيم عسكر الجديد في نابلس. نعم. كان هناك مداهمات طالت أكثر من 17 مواطنا، تركزت الاعتقالات في الخليل، بيت كاحل، بيت لحم وأيضا رام الله ونابلس ومناطق أخرى، طالت عددا من المواطنين الفلسطينيين بعد دهم منازلهم، ومعظم المناطق شهدت اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة وتخريب وتجريف كما نشاهد في الصورة زاهر، كما حدث في أبرزها في مخيم نور شمس في المنطقة الشرقية من مدينة طول كرم شمالي الضفة الغربية المحتلة زاهر. نعم فادي، ما خصوصية هذا المخيم؟ يعني كنا شهدنا في مرات سابقة اقتحامات لمخيمات أخرى منها عقبة جبر الذي تكررت عمليات الاقتحام خلال الأسابيع الماضية، لكن
يعني هذه من المرات القليلة التي تقتحم فيها قوات الاحتلال هذا المخيم، ما خصوصيته؟ يعني حقيقة زاهر، المخيم نور شمس شهد اقتحامات أكثر من مرة، خاصة بأن طول كرم تحديدا هي تشهد أو فيها مخيمين رئيسيين. الأول هو مخيم نور شمس حيث نتواجد الآن، وهذا هو المدخل الرئيس بعد عمليات الترجيف التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومخيم طول كرم تحديدا. المخيمات بشكل رئيسي يستهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي لأنها تنامت فيها أعمال المقاومة في الفترة الأخيرة، برز من أبرزها طبعا كان مخيم جنين. لاحظنا أن المقاومين المسلحين كانوا ينتشرون هناك. جيش الاحتلال يسعى لاستهداف ما يسميها بالبنى التحتية للمقاومة الفلسطينية، خاصة بأن المخيمات الفلسطينية طبعا زاهر، ويمكن أن نلاحظ من خلال هذه الصورة، يعني حتى تكون الصورة دائما واضحة، المخيم الفلسطيني مثل هذه الأزقة، بالتالي نحن نتحدث عن بيوت متلاصقة. انظر إلى هذا الزقاق مثلا، سأذهب إليه زاهر وأريك كيف طبعا يتم التعامل مع هذا المخيم الفلسطيني. هذا زقاق يعتبر واسع شيئا ما من هذه النقطة، هذا هو الطريق في داخل المخيم، وبالتالي جيش الاحتلال عندما يستهدف المخيمات الفلسطينية هو يستهدف أصلا مواطنين فلسطينيين قام الجيش بترحيلهم، رحلوا قبل 75 عاما إلى هذه المخيمات. تلاحظ أن البيوت متلاصقة بشكل لافت جدا، وكذلك أيضا أزقة كثيرة. هذه المنطقة أو المساحات القصيرة الصغيرة المحصورة طبعا بعد خلال الفترة الأخيرة استغلها الفلسطينيون لينفذوا أعمال مقاومة والاختباء واختفاء المقاومين الفلسطينيين المطاردين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا أصبح يؤرق ذلك جيش الاحتلال بأن هذه المخيمات أصبح فيها عمليات لاستهداف واستعداد جيد من قبل المقاومين الفلسطينيين بأقل التكاليف وبأقل الأثمنة. مثال، هذه القطعة الحديدية هي من ضمن الحواجز الحديدية التي يستخدمها المقاومون الفلسطينيون. نلاحظ زاهر أيضا في الصورة المقابلة هنا بأن هذه الحواجز العسكرية يستخدمها المقاومون لوضعها عند مداخل المخيم، ومن ثم أيضا أصبحوا يقومون بعمليات تصنيع لعبوات محلية الصنع. لسنا بعيدين عما حصل في جنين، كان هناك استهداف لآليات الاحتلال العسكرية، حتى أن الجيش أصبح يستقدم في معظم الاقتحامات جرافات خاصة في المخيمات الفلسطينية، لأنه يخشى بأن يكون المقاومون الفلسطينيون يستعدون جيدا من خلال العبوات محلية الصنع التي تفجر في آليات الاحتلال العسكرية. أيضا ما يخشاه جيش الاحتلال أن تنتقل هذه العبوات ليس فقط في المخيم واستقبال المقتحمين من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي للمخيمات، وإنما يخشى أن تذهب هذه العبوات لتستهدف المستوطنين أو قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في نقاط مختلفة من الضفة الغربية. تحدثنا قبل قليل حقيقة طبعا زاهر، وها نحن نلاحظ أيضا حركة المقاومين الفلسطينيين بشكل واضح. تحدثنا مع أحد المقاومين الفلسطينيين هنا، قال إنهم استهدفوا آليات الاحتلال العسكرية، استهدفوا الجنود، أطلقوا الرصاص عليهم، وأيضا فجروا مجموعة من العبوات المحلية الصنع في آليات الاحتلال العسكرية. ولاحظنا أيضا بعض المشاهد التي وثقها المقاومون الفلسطينيون في هذا الموقع. ما يسعى إليه جيش الاحتلال أولا من اقتحام الجرافات بأنه يقوم بمحاولة تجريف البنى التحتية ليحمي أيضا آليات العسكرية المقتحمة، لأن هناك يعتقد بأنه ممكن أن يكون هناك بعض العبوات محلية الصنع التي توضع وتفجر في آليات الاحتلال العسكرية، وكذلك أيضا يقوم بتجريف البنى التحتية لأنه يسعى زاهر دائما لأن يضغط ويكون هناك للحاضنة الشعبية خاصة في المخيمات بأن لا يكون هناك حماية للمقاومين الفلسطينيين أو استيعاب لهم في داخل هذا المخيم بالفعل. لكن المقاومون الفلسطينيون الذين نلاحظ بأنهم يظهروا في داخل هذا المخيم، نلاحظ بأنهم ما زالوا يعني يحصلون على قصد كبير من الحاضنة الشعبية من قبل المواطنين الفلسطينيين رغم هذا الخراب الذي خلفه جيش الاحتلال هنا وفي المخيمات الأخرى. زاهر، فادي العصا من مخيم نور شمس في طول كرم، نقلت لنا الصورة، شكرا جزيلا لك.